السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموعة التواضع والإخلاص لن تنقل فسلمنا وترامضا ونعقنا معلومة جرى الحمد لله سلم يوتي يدن قرى حديث ما يدن يلاو ما عنده حديث من قرن بمن دو ولا حديث أجدي دي قرن دي عنده ورن يلاو ما ألرب كور رن أغاس دي دي لورو جمعة الأولى دون ركات قمو هتان لأجون رأتامنا شفنا يدي دي فرقنا لارب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما يود مكة فاعد مدينة المنورة ina hawru ndiri kadi non e nyalawma jeega o lewru yanayar do woni janvier e jeego mudum hitande ujunnaaji didi e nogaase go jibini gol annabi isa alayhi salam dana demen yotta di hadithum hadisaaji men didi garandi men do hande e du'a kadi no ari do mudum do lewena on don duni allahumma inni as'aluka ridha ba'da al-qada'i wa barada al-'aysh ba'da al-mawti ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا جو مرار اللهم يا أن الله إني من دي أسألك من رنياك ما الرضا ولقل يرلقل بعد القضاء شقل لألا نياي مانا نجرلو دا نياوار اندي وناكو نياواكو بيئتيا يرلو ألا نجرلو دا نياوار ألا نياوار وبرد العيش مرطوري ما كدبو قلنقور ندم بعد الموت شغال مايدي ا ميدان ياكو ما كاتي ها جوني لذته معنا ولذته النظر ميدان ياكو ما جوني دكم من دار قل اديو قل الى وجهك فاد يا سما ويندي في وجهك يا سما الله والشوق كيا يدغل توي الى لقائك فاد هور قل ما دان الله من غير ضراء مرتنا لرنون مضره لر ولا فتنه مضله ولا فتنه كجمجنوا حديث من قرن أو حديث أو حديث من عند الله ورماه فأبو هريرة رضي الله عنه في الليم وننولاد صلى الله عليه وسلم لي من كانت لهم رأتان كلو من عند الله ورماه إن وارن يمرق بيده كلو أن يجي دريق بيده يكبري فما لا أوني إلى أحدهما قاتو إحداهما فادع قاتو رأب فما لا أوني إلى إحداهما فادع قاتو رأب رأب جاء أرن يوم القيامة ينادي درنقل معنى وشبههما التوسنق مكون أوني حديث أوف أبو داود في الليم هن ابن ماجه صحه على الباني إذن نلا صلى الله عليه وسلم إن رين تنو دون نتو جوجيد ريو بديدو دو وو أوني تو قوتو موين معنى قبولي قوتو معنى دون تبراكو يفندو خاصة نقو للي ego nyammin gol e ko honno gol ko heddi gere godde nani ton en don gere ko jomira subhanahu wa ta'ala jeere wonde taw maana ko goto men o buri yedde wala ko ton tuwe go buri yahrude dum don ko bangne kono non hadata yo fondu go balli e go honno gol e go gontingol e go nyammin gol yo fondu to rewbe be won yoobe boni fo haddi alqadar mum kono ko buri mojjude ko fondu tan fondu an e ma duni man kana lahum ra'atan kala on bo wada dum rewbe dido yammido o mo onyo لإحداهما فاد غوتو مبه معنا اوني فاد غوتو مبه على الاخرى دو غدو جاء ارن يوم القيامه احد شقي تاوتو سينغوجي مكو ديدي ما يرن اوني معنا فيلي روك ابو هريره رضي الله عنه الباني في حديث او صحيح ان النسائي كدي امبو ابو داوود امبو ابن ماجه اذن دوم دو سين جاي كو شرح معنا اقولم toñange wurumaatun ko nibbereji toñange adun do wurumaatun ko dum nibbereji yawmal qiyamati nyande dargal wa min al-zulmi ina jaya toñange non alla ya'dilan de non data al-mutazawwiju dasta bi aktara ku buri hewde min wahidatin imrade goto de o wasata non do fi nafaqati ku depense aw qismati al-layali wala fitchu gul jamaaji bi bainahum hakkunde mabbe hay sayi goto moyen ina wonde ella mo ganduda o wawa dakminta adata mudum won on no jibini no wonde jijam besugol lan fiili walla non o sellani hadata o rokkan dum jam mudum o wala hedde mudum maana kala non neddo baddo dum non fa yu'aqibuhu Allahu alla labtan wa libtiram bi hadha al-mail ngoldo o nyugol ila ihdahunna faade goto mabbe sabu o nyugol makko faade mabbe alla ne libtiram bi an yaati ande o arata ma ilan um go woni goñe do yawmal qiyamati nyade dargal kama في الحديث هنا كما في هذا الحديث هنا أري رأوه حديث حيث يقول نقر بياد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان كالوان بوادن امره بديده يميل أم أونيون لإحداهما فادي قرده محبي على الأخرى دو قرده أي ميلا بالأفعال معنى أونيو قل قل ليجي كعدم التسوية وين واس قل فهم ببتب في القسمة قل فتش قل ونحو ذلك أغنان لكم
إذن ولا يدخل نار تهونا دو الميل القلبي اون يقول فرن ينكي هو ان تو توي ماكو كو غدو بودي واو دي هادي كون دي وول مقصود نقول اون يقول نقول غاندان دا هور ماكو الله جي نقول دوني برني نين نقولون فانا نقول ولن تستطيع ان قدم دا ان تعدل نون دون بين النساء يكون دي ولا حرصتم هاي تي نون دي نون نقول غلون باو نون دو ديكو بانال برني يد غونغول كون نون تيتشي فوندو فعدم الاستطاعه ما انا واثقل حتى دم المتعلقه دم يويتيكو بميل او نقول القلب برن الى زوجك فادي تشدي رغوت اكثر غوري هود من اخرى امر دغدو وقد ورد اري عند اصحاب السنن الاربعه نكو جومرا دفت سنن نايو دوني ابو داوود النسائي الترمذي معنا ابن ماجه أريق بأن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لا يتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم أمفك فيعدل النون ويقول يا اللهم يا أن الله هذا قسم أمفك رم فيما أملك دمك جيم فلا تلمني وتنيم فيما تملك جيدا ولا أملك جيدا دون برنده وفنون جد دمك يعني القلب دون نلع الفاندين بأن وقد قال بي الحق جومراء سبحانه وتعالى وي فلا تميل وتنغوني لكل الميل كلا أوني قل إلا تتحمد وتتي الإساءة بن قل مانا بن قل بن قل بل أشو إلزمو نيبني مبجتون التسوية كن قل في القسم في قل والنفقة الدفنس لأن هذا تبون دمدون مما يستطاع دم نتين واحد نتين حتى نكون دو دهب كن درق ما كتون في الدينون يدقل برق دون كالله بذي وقوله جاء أرى يوم القيامة نيان دارنغ الأحد تلقو وتشطيه تنقو جمك ما إلن أوني إيجي وما أرى يوم القيامة نيان دارنغ وحالته الهالمك أنه نكنك غير مستيط طرفين سرى جمك ديد تنقو جمك ديد تود قطاني بل يكون لا تو أحد شطيه قوت لتنقو جمك كالراجح وإنك جيتش وزنا كفيس قل لعدم سواس قل تسويته يكون قل مبين أزواجها كن سدي مكو في الدنيا ادون دو مانا جومرا دو يوبو مكان كون هنون بل دتي ميلو او نيغول ماكو لي بعض النساء فاد يوغار ماكو دون البعض غانين يوب فعوقب او يبر من جنس فعله امر دنون بل ماكو دون او نياردي وقيل او يا ما ياتي ارن ما الى اوني بحيث يراه نكر ياتم اهل العرصات جومرا بدينغري بدينغري دانغال ليكون حالاته هذا زياده ما ناكو بيداد في التعذيب الابتغال والاقتصار يا رب دي نقول في الحكم نياوى نياوى على امرأتين دورة وبدير معنا وحالي لحالة وبدير من بابك امر دام قال ذكر الادنى جان تقول بودي فام لوت سبو معنا بودي فام لوت كنا تورين نتا بريد فمن كان له ثلاث زوجات جوجي ركتر وكتر ولا نايو فهو مخاطب معنا ومحال ده بالحكم نياوى رنس اوني مفاد غوتو ما دي ولا ايدو ما في غاو في بك دي كنونو حرام دون فوق اون محال ده بالحكم نياوى المذكور جان تاند في الحديث وفي الحديث أري حديث وما أنا إن فهم عندي الحديث أن الجزاء وندر نجبد من جنس العمل كنون يقول ما أنا نقول لمن بينك وننجبد ما وعد وفي إنهن الحص هرج نقول أريد نقول على مكارم الأخلاق يدو تدد نجكوج وننولا صلى الله عليه وسلم نجراك وجكوج مجدين ما دينوا إسلام وقع الخلق ما أنا فجكوج ما أنا كمدين جكوج ما أنا في معاملة يقول لندير قل الزوجات سدي وفي إنهن الابتعاد وتقول عن كل فعل كلا قلل يؤدي إنهن قل يتن قل تطا إلى شحناء فأده نغيب وبغضاء قلنا بهجون نغيب المسلمين جول وخصوصا هيرتين الأزواج سدي به حديث من دمهن لك دي ويوجيك وقورك دمنا كدي أبو هريرة رضي الله عنه في اللي ورن حديث مرادين الله صلى الله عليه وسلم kadi kongol jomiraado gongol kadi ina do hengol yewite dum don dum woni ko jomiraado wajjitani gongol dito de awla zuri kongol tane dum non haa hore horani fuf kongudi gona gonga di jomiraado subhanahu wa ta'ala yamiri en wi en goddi to wajjitani bo dum jeya ko siqaaji maana nahyu burdi sattude maana ko harminira hono ne ko dum buri sattude ko yimbe ayo goddi to wallo to baa dum burata harmude ko en zina en hono degere abu hurayra radhiyallahu anhu yitti en laaru min muhammad sallallahu alaihi wasallam qala نلاري من لم يدعك لهم بأجان قول الزور كنقل فنع والعمل أقول لرقل به يموت والجهل كي مجر أقول بارنون فليس لله ألنا ألا حاجة هاج أن يدع لو أجت طعامه يمري مك وشرابه ونجرم مك سبو ديادون جتير اندكي نوسونا نكو كور جنون تايقان كو هوري غا جتير دقيل دي وهوراني غا كو حرمكو مانا كان كور كو كميري كان كو كور كو ونك نلار صلى الله عليه وسلم في حديث غضو هيري هوربي
على فوق وانا نبي قارك ما في إلا الجوع والعطش صنات أو كهيا قلمك دمتم عندنا تمام. إذن من حكم الصوم إن جيا إن يين قارك ومقاصده فان ليج مودم العظمى مودي تحقيق التقوى حقيقي نقول كل الجمرة سبحانه وتعالى وكسر أهل قل الشهوة تدوي وتقويع دوفي نقول النفس وينك وليس مقصودا لا تاكن فعلا منه إمراد مولم أن يمتنع عن حديثة المسلم جل عن الطعام قان يمر والشراب جرم فقط ونا دون تنفعنا القرق بل لك المقصود فعلا قرق تهذيب النفس كل أكبر نقول وينك وتربيتها كأني أقولك وإصلاحها كأمؤين قولك. وفي هذا الحديث أول حديث يحذر النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرينتنا من يقتصر أمبنا رأب دينا صيامه قرق مكوكا أمبنا رأب دينا قرق مم على الامتناع دو هدي تقول عن الأكل قانيام قل وشرب يرقل فقط ولم يترك الكذب تاو أشياني فنع والميل كي أون يقول عن الحق قاقون والعمل كي يقول لرقل بالباطل مهر والتهمتي معنى اتوم قل يمي كربارنون فمن يفعل ذلك قال أون بارونون لا يريد الله ألمو يعني منه إمر دمك أن يترك الطعام لو أشهر النمر والشراب جرم وليس معنى ذلك وناني معنى دوم أن يؤمر ليمرت الصائم معنى قرر الذي أن تلبس جلب جرد بمعصية جد أن يترك صيامه لو أشهر قرقمك ويفطر وياك كدن أن قرر فن ولا نيوع معنى يؤش قرقم يتج على دوم وياكنا وإنما قل معناه التحذير قرين تنقل يمب من قول الزور إمرادها القل هالاجي فن يكونن دوم أو العمل ولا قل يرقل به يدين دون قدر وتعويم مون قل التلبس جل يرقل بهذه المعاصي أديد جدها حال الصوم على هذا الجوم هورنا ما نصب ما نقول لبن زمان كورك زمان يتدد وغندن دهور ما جوم رادين صوهين براجب هنا نون قدي بكتو جي كدين شوئون دين دون ساج إذن كلون لنون قل يلا راك روين دي آغا يو ستايوا دي دم وطاجي على وطاجان كورك كاية كروين كسلي كنون يأندران وستي براجب كورك ما إذن دواني نولا صلى الله عليه وسلم إن رنتنا يمبي أورو حديث مرجح القول فني والله قول يرقل لهم إما جريجة كنان لهم وتعظيم مون قول أتلبس جل ونرقل بهذه المعاصي ما نرقل كل لمن مون قول جل ونرقل أديد وقوف أديد وجد حال الصوم على هالي كورك حيث نقو إنه نقام دوم لن يكون لا تسببا كسباب في نقصان وستقل أجر جبد عبادة ما ندوال الله من أفضل العبادات ما ندوم لا تسباب إنه نروم دون معنا وادقول لا تجدنا لا ت إنه نروم يكون لا تسبب سبب في نقصان يأستقل أجر جب عبارة دوال من أفضل العبادات جاء قال أقولي ما ونده معنا إدب دوال قال عندنا دهور ماذا استين دوادي قال نقول فتى وادريد نلا رسول الله عليه وسلم ذيكو نتدبر نقول دوال نقول فتى وادريد معنا روم دون كانكو الله غور جاي سبوي كل عمل ابن آدم له كلا قال في آدم كجاي إلا الصوم صنعة وقارك فإنه لي أم دونك من جي ألوي كانك جي قارك وأنا أجري بيكم من يبعد ما نقول من عندك هنو فتنو قار رهاني يبعد قد أمد ما أنا وانا الحسنة بعشر أمثالها أله كان يمكو ألا تن يبعد نقل ونوك هون يكو دو منيال كدنغان دي منيال كدي جوجين جب ديكو إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب جو مراد بي منيو بيكم ننتن جب ديكو بيكو ألا e di moore has gore hono non korta ko hen jiya sabu ko dum muñgol ga tuuyoji mum muñgol ga yidiiji mum e beleede wonki mum yamde mum yarde mum dum fo muñaga mum sabu Allah dum non Allah yoba dum jobdi muñobe yoba dum jobdi horobe yoba na dum jobdi ngi kanko Allah goto andi non foti na yatruku ar-rajulu gorkon acca ta'amuhu yamde mum wa sharabuhu jaram mum wa shahwatu tuuyumu wa yanqusu ayha usta sawabuhu barajima وينقص أست ثوابه جبما كقول الزور كنقول فن والعمل كيقول لتقول ليمور وفي سنن ابن ماجه أري سنن ابن ماجه رب صائم هي قر ليس له على قوادن من صيامه مرد قر كمك إلا الجوع سنده وكهيك ما نوى العطش أدمك وفي الحديث حض الصائم ما نوى الحديث أديد هذه تاجر فهمهن حض ريردين قل هيرجين قل الصائم فرض على ترك دو أشقل المنكرات ما نجد غنيار يجد فانكر بند والمحرمات يجد كرمنار والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.